ولنقاش ملف أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العراق وانعكاساتها على التظاهرات الأخيرة الغاضبة من أدائي الحكومة في عدد من المحافظات، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من العاصمة بغداد الناشط في التظاهرات علي عزيز. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. بعد الارتفاع غير المسبوق للسلع والمواد الأساسية في الأسواق العراقية، كيف أثرت هذه الارتفاعات الأخيرة على حياة المواطن العراقي وخاصة الفئات الفقيرة؟ نعم، نحن في البديل الثوري للتغيير. كنا دائما نقول ودائما نخاطب شعبنا أنه مجمل ما يمر به شعبنا منذ 2003 لغاية الآن، راح نخلص 19 سنة ومقبلين على السنة 20، إحنا هذا مستحيل أن يتجزأ بيوم من الأيام. اليوم الجوع اللي ينادوا الشباب، معظم الشباب بثورة في بغداد ومظاهرات واحتجاجات من أجل إيصال الصوت، لأنه ارتفاع كبير بالأسعار المواد الغذائية والمحروقات، هذا كله نتيجة هذا النظام الفاسد اللي جثم على صدور العراقيين من عام 2003 ولحد الآن. وقبل 2003 كان يسعى جاهدا، هذا اليوم اللي هو نظام حاكم في العراق كل رموزه كان يسعون جاهدين لإطالة أمد الحصار الجائر اللي فرضته أمريكا والصهيونية والغرب على العراق. هؤلاء نفسهم ساهموا بتجويع الشعب العراقي، كل هذه الزمرة الحاكمة والتي تناوبت الحكم من عام 2003 ولحد الآن، حينما كانوا بالمعارضة البائسة قبل 2003 ونظموا المؤتمرات سيئة الصيت مثل مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين، كانوا يطالبون أمريكا ويطالبون بريطانيا بعدم رفع الحصار، بل كانوا يزودونهم بمعلومات خاطئة كاذبة مثلهم، هذه صفاتهم هم، كي يطيلوا أمد الحصار ليجوعوا العراقيين. إحنا العراقيين منذ سنة 90 أعطينا أكثر من مليون طفل شهيد نتيجة هذا الحصار الجائر والتجويع. فاليوم هؤلاء لا نترجى منهم خير أبد. الآن ثورتنا هي ثورة أسقاط نظام، هذا النظام العميل اليوم إحنا نشوف يترأسه، وعلى رأس هذا النظام العميل هو الصغير المتسول مصطفى الكاظمي، اللي يحاول أن يبين نفسه أنه يمارس دور أنه يغذي الشعب العراقي بمئة ألف دينار يتصدق بها الشعب العراقي مثل ما أعلن قبل أيام نتيجة غلاء الأسعار. هذا الشخص يتوقع الشعب العراقي شحاذ مثله، لأن هو كان يشحذ ويتسول أمام سفارات أمريكا والغرب. الحديث عن هذه الإصلاحات يقودنا للقرار الأخير حول اعتقال 9 تجار في الناصرية بسبب تلاعبهم في أسعار السلع الأساسية. كيف يمكن قراءة هذه الخطوة؟ وهل هذا يعني أن الأسعار ستعود لما كانت عليه سابقا بعد اعتقال هؤلاء التجار؟ كل اعتقال تقوم به السلطات الحاكمة في بغداد اليوم احنا نشك به اساسا هذا الموضوع. من يقول لك ان هذا الاعتقال لم ياتي من اجل ان يساومون هؤلاء التجار؟ اليوم معظم التجار الكبار الحيتان اللي نحن نسميهم في العراق هم تابعين لاحزاب السلطة، سواء كانت احزاب كردية، سنية، شيعية، ليبرالية، يسارية، كلهم تابعين الى احزاب السلطة. من يتلاعب اليوم بقوت الشعب هي السلطة، من يجوع الشعب هي السلطة، الذي يقتل شعبه سهل عليه تجويعه. اليوم كل شيء في العراق أصبح محاصصاتي حزبيا طائفيا مذهبيا، هذا الشيء واضح ومعروف للعراقيين كلهم. هذه العمليات الاعتقال التي جاءت مثل ما يقولون أو هكذا يقولون بعد تغريدات للدعي مقتدى محمد صادق الصدر الذي يطالب بالإصلاح ويطالب بتخفيض سعر صرف الدولار، بلش بهذا الموضوع بالبداية، هذه كلها لها مآرب وغايات. ونحن اليوم ما ننسى أنه كيف كان يحرقون مخازن التجار في جميلة اللي هي منطقة البيع بالجملة في وسط العاصمة بغداد في قلب سوق الجملة، من كان يحرق هذه؟ كانت عصابات مقتدى الصدر اللي اليوم ينادي بتخفيض سعر صرف الدولار.
من كان يقتل شعب العراق حتى يجي اليوم يحاسب على تجويع مواطن؟ كان يقتل شعب العراق أبناء محمد صادق الصدر بالغوغاء سنة 90 1990، ومن ثم أبناء مقتدى الصدر ابن القاتل الأول الأكبر. اليوم هذولا إحنا ما ممكن أنهم نصدق بهم. هؤلاء ليس أمامهم أي حل أي علاج سوى استئصالهم من المجتمع العراقي. هؤلاء أشخاص نكرات حكموا العراق بتثبيت أمريكي صهيوني بامتياز بحت. كل هذا الذي يجري بالعراق هو ضحك على الذقون. التغيير قادم والتغيير سيكون تغيير جذري. أستاذ علي، كيف يمكن النظر للحراك الاحتجاجي الذي عاد إلى الواجهة رغم أنه لم يتوقف وعاد ليطالب بأكثر من سعر صرف الدولار أو المواد الأساسية والغلاء الذي يشهده العراق؟ كل هذه الاحتجاجات اللي تخرج اليوم سواء في بغداد أو في الناصرية أو في النجف، والأيام المقبلة راح تكون أكثر بالفرات الأوسط والجنوب، كل هذه هي تمهيد ليوم الثورة الكبير، يوم الثورة الأكبر في العراق. هذا اليوم الذي سوف لا ينتهي إلا بإعلان النصر وإعلان البيان رقم واحد من داخل المنطقة الخضراء، وأقر زمرة الشر وكر الأفاعي منطقة الخضراء. واليوم ومنذ يوم أمس جميع العالم سمع أنه كيف سلطة القضاء التابعة إلى النظام العميل في العراق حكمت بالإعدام على أربع شباب متظاهرين سلميين في قضاء العزيزية في محافظة واسط، حكموا عليهم بالإعدام في حين لا شخص يحكم بل ويسترجي أن يصدر مذكرة إلقاء قبض على عصابات الإجرام التي توالت على العراق والتي مشهورة بإجرامها والتي تتبجح بإعلان إجرامها عبر شاشات التلفزة. ونحن ما ننسى المجازر اللي ارتكبها مقتدى الصدر منذ أن أسس جيش المهدي وتهجيره إلى أخواننا السنة من كل المحافظات التي يكون بها العيش مشترك ما بين السنة والشيعة، ومن حرق جوامعهم وتهجيرهم وتدمير بيوتهم والاستيلاء عليها وقتل أولادهم ورمي جثثهم بالشوارع. والآن من كان يقوم ويمارس هذه الأعمال الذي هو كان الحاكم العسكري لجيش ما يسمى بالجيش المهدي، الآن هو نائب رئيس برلمان العراق اللي هو المجرم حاكم الزامري، في حين يأتي هذا مجلس القضاء اللاعدل يحكم على 4 شباب متظاهرين سلميين في العزيزية محافظة واسط بالإعدام. احنا هنا راح نوجه كلمة عبر شاشتكم، هذه الكلمة ليست معنية بها الحكومة أو النظام، لكن الكلمة للشعب، ومن خلال الشعب راح يسمع هذا النظام العميل. والله لو تم تنفيذ هذا الحكم بحق الشباب الأربعة سوف يجروننا إلى أمور لا تحمد عقباها، وهم يعلمون من نحن. شكرا جزيلا لكم ناشط في التظاهرات علي عزيز، حدثتنا عبر خدمة سكايب من العاصمة بغداد.